عارفين دي ايه اللي في ايدي؟ دي العصايه المعروفه بالعصايه البيضاء، اللي اي حد من اللي عندهم اي اعاقه بصريه بيعتمد عليها بشكل كبير جدا، وبيستخدمها علشان يقدر يتحرك كده بحريه من غير مساعده اي حد. هو يقدر يعتمد على نفسه من الالف لليه طول ما العصايه دي في ايديه. النهارده بمناسبه اليوم العالمي للعصايه البيضاء اللي الكل شارك فيه تحت هاشتاج وايت كان او العصايه البيضاء، قررنا ان احنا نوصل رسالة لكل الناس عن دورنا معاهم، لانه الحقيقة اليوم ده مش يوم علشان يبقى فيه شفقة او ان احنا نقول لهم معلش او ان احنا نبقى بننظر لهم نظرة تانية، لا، اليوم ده وجوده مهم ليه؟ علشان التوعية، علشان نوعي الناس ونوعي نفسنا بأهمية العصاية البيضاء دي وإزاي بتفرق مع أي حد عنده إعاقة بصرية، علشان نوعي الناس إزاي يتعاملوا معاهم. يعني يا ريت يا جماعة قد ما نقدر خلونا نساعد أصحاب العصاية دي سواء في الطريق أو في أي مكان، خلونا نعاملهم بشكل طبيعي، هم ناس عاديين على فكرة، ونساعدهم إن هم يعيشوا وسطينا بشكل برضو طبيعي. لما تقابل شخص في الشارع عنده إعاقة بصرية حييه وسلم عليه بكل الحب ومن قلبك على فكرة، علشان تعوضه عن ابتسامتك اللي مش واصله له. ولو قابلت شخص كفيف ومعاه مرافق، يا ريت يا جماعة ما توجهوش دايما أسئلتكم للمرافق، لا، هو يقدر يعبر عن نفسه، اسألوه هو على طول، كلموه هو على طول، هو أكتر واحد يقدر يتكلم ويرد عليك. لو كنت موجود في مكان مع شخص كفيف أو عنده إعاقة بصرية، اشرح له دايما بطريقة كده لطيفة وغير مباشرة ايه اللي بيحصل حواليكم وعايشه معاكم. واخيرا لو بالصدفة صدفة خلتك انك تبقى مرافق او مرشد لكفيف، ما تمشيش وتخليه جنبك او وراك، لا، مديله ايدك كده، خلي ايدك كده ودراعك كده بالشكل ده، وخليه يحط ايده بين دراعك وانت وجهه، سواء هتعديه الطريق او هتوصله لاي مكان. عايز اقول لكم حاجة، الشخص الكفيف او اللي عنده اعاقة بصرية أو اللي بيستخدم العصاية البيضاء المهمة جدا دي، الدول كتير وأماكن كتيرة جدا بتوفر لها طرق مخصوصة وفي كل حتة رصفة مخصوصة علشان يمشوا بيها. الشخص ده شخص ما عندهوش أي مشكلة، بالعكس، في منهم كتير قوي ناس ناجحين جدا ومؤثرين وموهوبين، ويمكن على فكرة أكتر مننا وأكتر من ناس مبصرين تلاقيهم هم اللي بيشجعونا وهم اللي بيشحنونا بالأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية، زي الدكتورة داليا الجبالي. الدكتورة داليا الحقيقة أنا بشوفها لما بتابعها على السوشيال ميديا مثال كده للإرادة والتحدي وعدم اليأس في حبها للحياة، وإزاي هي رغم أن عندها مشكلة أو إعاقة بصرية، لكن هي صممت أنها تنجح في كل المجالات، درست وكانت متفوقة في كل مجال دخلت فيه ونجحت فيه وأثبتت نفسها. وهي الحقيقة قررت إن هي تبقى موجودة بشكل طبيعي، لأن هي فعلا إنسانة زيها زينا، عايشة وبتحب الحياة ومتفائلة جدا، وبتشحن على السوشيال ميديا بطاقة إيجابية. كل سنة وانتوا دايما مالين علينا حياتنا. أشارككم النهاردة بالاحتفال أو بالترويح على اليوم العالمي للوايت كين أو للعصاية البيضاء. ممكن ما تكونش عارفة هي العصاية البيضاء أو ما تكونش واخدة بالها من استخداماتها. هي العصاية اللي بيستخدموها الفيجوالي امبيرد أو اللي عندهم إعاقة بصرية، بتسهل لهم الأكسسبيليتي أو الإتاحة إن هم يتحركوا لوحدهم ويكونوا معتمدين على نفسهم في الحركة. أنا واحدة من الناس اللي بيستخدموا العصاية البيضاء، وسبشالي لما بيكونوا برا مصر،
لان بجد بتبقى الطرق متاحه وسهله واكسبل ان انت تتحرك لوحدك دون الاعتماد على حد او من غير ما تفضل مستني حد ياخد بايدك. بالاختلاف كل حاجة بتبقى أفضل، يعني لو كلنا زي بعض أو كلنا عندنا نفس المشاكل أو نفس الصعوبات اللي في الحياة، الحياة مش هتكون ليها فرايتي وليها طعم مختلف زي كل حاجة في حياتنا، ما هي ليها طعم مختلف واختلافات كتير فيها. تقبل الاختلاف مهما كان فيك الاختلاف ده أو في غيرك، اعرف احنا مش كلنا زي بعض ولكن كلنا لينا في الآخر نفس الحقوق. ما بيقاسوش، يعني عندهم حب للحياة وعايشين حياتهم بيتفوقوا بشكل جميل جدا الحقيقة. عايزة أقول لكم كمان أنه بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، اللي ما سمعش أو ما عرفش، وزارة الداخلية المصرية عندنا هنا في مصر أعلنت أن الأسبوع ده كله كل اللي عنده أي إعاقة بصرية هيقدر أنه يستخرج أوراق ثبوتية، وثائق وجوازات السفر وتصريح العمل مجانا. نقول تاني، مجانا، وده ضمن مبادرة كلنا واحد اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاضر يقول للغايب إن في أسبوع مجانا لكل اللي عندهم أي إعاقة بصرية. يلا استغلوا الأسبوع ده وافرحوا كده.